دارنا يا حلوة المعدية مقفلة جبيبانها من رمالها ناس كلها دار عن هضيبة ولا في عوفة وشين الجبال. مطر محمد بالفارة القبيسي اخواني هلال وسلطان خواتي روضة ولطيفة وحمامة وعفراء وحمدة خمسة يقول قطوه فيها هوي هويين يعني ولا المحاضر مستريحة في الليل فيها دق طفلين ويسوي زيران صيحة ربيع على النخل والبحر ها والبر البوش عندنا بوش وعندنا غنم وعندنا خيل ونواخذه في البحر محمل بها 20 نفر ونحن 3 كل واحد الى الى سكن ويا فيها واحد يا اكبر منا شوي يعني ولد عمنا محمد وموسى كبرنا وعندنا وهلال وانا كل واحد يعني لا اراد الا محضر واحد عنده شغله واحد غدا ناخذها فيها انا اخر هو ناخذها هو اخر هو قبل كله مش مش ما ماخذينه شغل جديد جديد ماخذينه مغاصات وايده فيه مغوص يسمونه هذا محمر هناك بلاد بر يسمونه قفاي يسمونه قفاي يغوصون عنده يعني عداله اللي عداله يسمونه شيء القفاي يسمونها الارداغ وحده هناك قوح يغوصونه ورجيج ورجيج البكام يسمونهن يغوصونهن يسمونهن والمشبك والارتاق ومتشاسب متشاسب بعد هي في الغوص عداله هي وقواعد يعني وايده هذا القواعد اللي اغوص يعني اول ما اخواني انا اصغر منهم كلهم انا اصغر منهم يمكن في الوقت انا 3 سنين هو عندي أو كان أنا مسؤول عنه يوم كبر يعني أول ما محمد وموسى ودعمي أنا وهلال وأنا سمى دلمة يسمونها حلوة الماء اللي نقص عدالها دلمة حلوة الماء يقول واحد ليت المغاص مشاعل هذا مشاعل في البر مشاعل في البر يقول ليت المغاص مشاعل أسرح وأضوي عليه ونهار نهار وقت صرومة أنا اللي بزيه عدون فيها يعني في المال البحر في البر ويبقى يعني هناك هي هذه لها. الأول يقول هو اللي يربع الأول هولي يعني هولي له الأول هولي وناله وطالع ملتويه وطالع مستويه واليوم في الزغال واليوم في الزغال عقب الله ما كذي يعني 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 هذا مال البحر هذا يرون وهذا صار مره واحده انقص عنا الهواء يعني الهواء بالليل وانقصت المحمل في بحر قبه يسمونها مطولات البحر مطولات يسمونها قبه غزيره ونغوص فيها ماخذين 4 أيام او 5 أيام وهاي زينه يعني تبراه قماشها زينه وحصابي جايبين منها يوم عدانا بالليل قبع الهواء انقصت
المحمل. سرنا بتنا بالليل، الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، لين وصلنا غارة، غارة بروق ومطر وهذا. وصلنا هناك واحد من بعثنا يوم يهب الهواء حط دجيج هذه يا قنص حق اللزانة في الحر. يوم ساروا ويو هناك ويو في البر هناك في البحر رق وساروا قد حاروا بالموت يعني من يوم الهواء. يوم طوى وقف الهيئة هناك وقف الهيئة ومطار وهو قال يا جماعة أنا حق الدنيا يقول بحر يوم نسير من هناك. سالي مطة يوم مطة أنبياء كان عده والرجال ولا يبون عشاء زي ميتين مساكين مليون. حضروا المحمل، المحمل فيها سمر ممدور سمر، شبوا الضو وغرفوا وشووا السمكة هيش وتعشوها في البحر. هاي السوالف اللي مرت علينا الحين يعني في البحر وهاي وهقه يعني الحمد لله. خبر انا عنده قدني والله طيب توي يعني والغوص الشيوخ ياخذون اللي عاد عندك 10 سيوب وعشرة غاصة ها يحطون واحد 10 من السيوب 10 يحطون 11 يحسبون 11 في المحمل. هذه فلوس يوم يقصون يتحاسبون كل حد يعطون جسمه يطهر الجسم هذا مال الحكومه مثل هو. انا خبرني صغير وعندنا خادم اللي قال له دريس صغير ومحاطون وجايبه مياه قص مياه والمياه حاطينها في كيس ما يروش الا ثقيل المياه شايلينها وسايلين صوب انا وابوي وصوب شخبوط مدرس هذا الحصن يبرزون في ظلته مني في ظله ظلته العصر جاي العصر الحين وشالين شال له كل الخادم انقال له دريس شال الفلوس. يوم وصلنا هناك سلم العش خبوط بعدنا جابه الخادم وحطه عداله عداش خبوط قال احسبها قبل حسبنا عندنا 100. هناك نحن في البوش الأول بدو ها اللي وقف البحر صرنا البوش الحين وايو في نقنص قنص في البطيء صيد نقنص صهران أبو حبر وهذا الأول هذا كل يوم شيء ممنوع ولا هذا ولا شيء يوم نشتي صرنا بهنا وشلينا سكننا في كساعة في كساعة في وكساعة في بقعة نقص معي الخير بهنا وهذا لين يجي وقت الحر. يوم يجي وقت الحر صرنا صوب البوش خليناهن وضم العيان وقيضنا فيه هذا شغل. والغاز البحر يوم يجي الحر صاروا البحر ويوم يبرد عليه البحر ساروا لي هذا شغلهم. واحد هناك عنده زرعه يقول ليت المقاصم شاعل شاعل هذا ماء في الرمله في رمله ليوا يقول ليت المقاصم شاعل سرح واضوي عليه ونهار ورد صرومه انا الذي نسقي يزي نهار ما يوزي وقته يعني هاي يعد يعني في الحين يعني في البر مني الحين بر هذا وساروا صوب خبوط الباب يجون يقعدون عنده
يوقعوا عند الباب حد من اللي وحد من هذا ويرقبون يوقعوا هناك. انا رجال هاك الساعه هاي رجال يوميت ان الجماعه كلهم عند الباب ها عيونكم. قالوا والله ما حضرنا هاي اللواء. قلت كان يعني حضرت كفاره من فرات اللواء. انا مطر قلت له بالفاره ان كان حضرت هذه الفاره ما ترضون ان حضرت كفاره. الفاره هي ادت فيها الجمايه. قلت ايش رايكم حضرتكم هذه الفاره كلكم؟ قالوا شو ما محضر ما احنا نرقب الحين. قال الحين نرقب ما حد حضرنا. حضرت انا يوم جاء قال من انت؟ قلت مطر انا بالفاره قميصي. قال حضر يوم جيت سلمت انا على شخبوط حبيت على خشمه. قال شو اللي عند الباب هناك؟ قلت عند الباب طال عمرك اللي جماعتكم اللي جماعتكم هناك وهذا. قال هم ريايل لو ريايل كان يعني سووا شراتك. قال فلان بفلان فلان بفلان ما حد منهم ما حد غنم اللي قلت فلان بفلان وحضرته. عرفناك انك مطر والفار القميصي هالحين تصير صوبه وخلوه يوم حضروا. قلت انا فلان وفلان 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 حد عرفته كله قلت حضروا. قالوا تحب اللي سويته خلاص حضر هذه سوالفنا يعني احنا. هاي الشيخ خالد مزير يوم من الايام قال اباك تسير انا عنده اباك تسير صوب زرعه وتبون حطب وتحطون هناك وتسوون يعني بني الحين وانا ابني. قلت زين. قال الحين سير وحمل عند واحد هناك من الجماعه حمل الباح واسير لهنا واحد كم قال كم يبون الشيوخ؟ قلت يبون 15 عندي سيارة حوته طويلة حملوها وزروها وبرحت روحت أنا جيت هناك يومي هناك ضويت هناك وأنا وبت وصبحت الصبح أنا مسوي تليفون خالد قال مطار قلت نعم قال الحين خلنا من الجية قلت وين ذبح؟ قال الذبح عشاك يعني صاير خالد يعني يمنا يعني الحين هنا يوم اني هناك عندي شيوخ في المكان ما نستغرب كله يعني هناك اللي هناك الرياعين والحريم وهذا نسير صوب نسلم عليه وما حتى العيون يوم نسينا نسلم عليه لازم نسلم عليه احبه على راسه سلام امهم تقول لازم تجي يوم ما تجي يخص انت يوم ما تجي تعال عندنا تعال هو صرت اول ما صرت هي خالد قال بنسين سلم على العيوز صرت وياهنا يوم صرت وياها حبه على راسها ويوم حبه جيت انا وحبيت على راسها قالت هذا منو حبني على راسي؟ قال هذا مطر بالفارة القميصي. قالت هذا ولدنا وهذا لعيالنا وهذا هن الاوليين هو هن الاوليين هذا يعني تقول عشان خالد بالك تخليه يسير عنك ولا شيء خليه هو لك يسير ويجي هذه يعني الوالده وانا ما صرت عنه او عندي شهبوط اول ما خلاص عند زايد ما يصير لا لا ولا شبس البحر يوم وقت البحر اترخص واسير اقول يعني هل ما عنده حد شادين وهذا قال لي ما اخص لكنك يوم بتي تعال يا صوري ويصير والبر يوم يجي البر هناك بعد هو تعب النابه زايد يصير البر
في جماعة واحدنا يعرف له عرب أبونا يعني يحب له ناس طيبين هناك ويخاف يوم جاء ما لقطه الأولي اللي مات يقول عم انت رح حسالي الدار يا عين تخبريه وانشد لي فطينه وقولي هلك يا دار عمك غدا وين من بوجه فين شفت ما تخبرينه حن رفديه وهو على الارض حيين اللي هو ما عليه في المجابر دفينه قالت حشع الدار ما هو تحت الارض هانين امس الضحايا خيلت وفضعينه شدوا على شبه الجناوي العرايين هين جليلات المرافج متينه حين انه منك زعاله وحمسين راحوا وهنيات ومستشينه قال هذا الخبر يا عين هلنا غيرين بالك بدمع عقب وتضخرينه انهملوك احبابك الليت والدين وش اللي بيه من عقب وترفدينه ابكي عليه فرقاح حتى تذوبين يمكن تروح قلبه يا حزينه ولا ترف قلوبها يا بعد حين يريع عيالك الكل خلا خدينه نذر علي الرد لصوم تسعين لله ولي على الهدى والسكينه واتوب عن ما ذي سيرضيه واهين شفي على جانب به له رهينه توبه من يغفر ذنوب المصلين اسالك اللي عالم بالكنينه ان خنت انا لالي صلاه ولا دين من الرسول بريت والتابعينه وانت ضمين وكلنا فيك راضين ومن بقي من خان والله ضمينه بيوم النزل تبارك وياسين مولاي ودرب من روح السفينه. السلام عليكم. هاي قضية الشاعر. اشتغلنا في البترول. انا كنا اشتغلنا الحين. قلنا يا يدك. اشتغلنا في البترول. اشتغلنا في طريف هذا. نقول انا دريوي ذاك الساعة هنا. نجز هي انجز هذه انجز ويضربون هذا المال يحطون فيه ويصير ودي معك كلها هذا اول ما سوى البترول ما شاء خلاص اول ما اشتغل وسالني في عندنا لين غيابي اللي هذا شو اسمها هاي حبشان ها هذا من حبشان هنا أول ما جيل وخلاص لكن زاد الخير خير الحمد لله يوم حكم زايد نقول يعني زين حكم ما قصروا ولكن يوم حكم زايد زاد بعد الخير خير الحمد لله يعني لينا رب العالمين يسلم عياله ورا والعيال بعد يعني ان شاء الله الحمد لله فيه وبركه كل شيء والحين ربحوا وين يقولون لنا سرنا سرنا لا نخالفهم ولا جاي كنا الحين يا جماعه هذيلا الحين قويسات مرغوثين يعني عليهم على البو على على البوفلاح مرغوثين القويسات الحين يعني بعد وين خوال ترى سلامها منا قويسيه يوم جينا هناك ضيف ما جينا يعني نجيب هناك نجيب يعني ضوى علينا عقرنا له قعود هناك وتعشت غدا يا ارشاف ذاك اليوم ما شيء سيارات كلها وبات عقب ما تعشينا وبات وحلبنا من الموش اللبن وحطيناه عنده ويوم أزق أنا وأنا وواحد من أخواني ونسوي مدحة حقه في يرقد فيه في التراب يوم سويناه نجيب شادر ونحطه في رشة قال لا 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 أنا بس مدح اليوم اللي فيه في التراب هذا بات عندنا بعدها الصبح سرحوا هو حول 15 ريال رشاب ذاك اليوم سيارات سيارات ما شيء هاي سوالف سعر ولا خلوا حاط المحاضر هاي كلها ويا
يوصينا على يوصينا يقول يعني عليكم تساعدون ها وتعمرون بلادكم وتعمرونها ها ليوا هاي ليوا بلادكم هي انتم يا هالليوا وهذا اللي يوصي عليه يوصي على النخار يوصي على البوش ويوصي على كل شيء يوصينا وتحاسنا يعني اخوان ويوصي يوصي على الزين لازم انه يوصي على داركم هذه تحشمونها تحشمون داركم وحفظوها تراها ما ترد عليك وجرى يعني جرى الولد حق ابوه يوصي عليها هذا ونحن ما نقصر بها ها امناها النخل هذه سويناها وعدلناها وخليناها وعدلنا البوش ورحنا البحر وكل شيء يعني سويناه ما تعنا الزاد يعني لانه بروح عقبه العيال ولا كل هو ما فيه هو سوى الشيء ابو العيال الحمد لله بعد مثل هو كان اياه الحين عايشين الا من 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 عندهم ما عيشتنا كلها تينا الا من عند عيال زايد يعني هو يعني لنا وبنا بنا البيوت هذه الزيان نسكن فيها الاول نبني حصير هني والبحر كذلك بعد بنينا بيوت في البحر وبنا هنا وبنا هنا وما خلى دار وفي لواء هذا زايد يعني لنا ما خلى شيء قصير عليه انا رقم من كل شيء يعني الله يطول يعني لي انه هو يسلم ان شاء الله عياله وعياله ظهروا ان شاء الله ظهروا بعد يعني كانه زايد بعد وبعد زياده ما يقصروا وهو وصلنا ولين وصلنا وعليه صاروا عليه مره ونحن ريايلهم في كل شيء العود والصغير والحرمة والريال كنا يعني عندهم كل شيء هذه واحد يا هني وذم هذه ذم البلاد هذه قال هاي البلاد هو يعني جينا هو كذي تبدأ يقول زي يقول قال مطر من ذمها يعليه فداها من ذمها يعليه فداها ما تنهدر مدينة الخير يسلم لنا شيخ بناها نسكن بيوت بلا بخاسير ومزارع المجان ماها ترقى رطبها وين بسير والكهرباء ياضي سناها حتى تعدى رمل تبجير قالوا سووا جمعية سوينا بنينا هناك الحين دكاكين حول ثلاث أربع دكاكين بنينا وقالوا سووا جمعية اللي هو زايد قال يا الحين يا متمير باعة كنا جماعة وقال ها ايش رايكم بالجمعيه؟ تسوون جمعيه تقدرونها؟ الجماعه سكتوا. نشيت انا صومه. قلت نعم طال عمرك جمعيه نقدرها. قال تقدر لها انت روحك؟ قال قلت اقدر لها انا واخواني وانت وراي ما اقدر لها. قلت له انت وراي اقدر لها. قال مدها مديتها قال بعد عونيه مليونين لكم. بعد مساعده. سوينا جمعية بركات الله وبركاته والحين عايشين من العرب كلهم عندنا سيارات تماتيك كناور نسير من حبشاء من هذه الشزمة ظنة الحين نروح صوب كم هنا كم يسمونه كم من بعيد وبنحن زين يقول من هياي يعني القيض قالوا شراي ابو غيث لشده والبدوع ولا برحه الا الشواغيل هم ظنه انا صابر والصبر ما يوفي الديان وصبر بلميحان يدلتي منه طلع لي صور صويح بمال يد العان دقيق المعنق يا عذاب الحشا منه مي هلا موتر سايق فنان يديد الماكينه والمصاري يعننه قلت انا هذا ما بي يوم شاشاني السلطان بدعت النشيد وكل شيء على فنه إلى من بغينا عندنا موتر الغمران موتر سنافي من المصاري يودنه
وبعتيج اللي بغيناه عنده ها اللي بغيناه عنده هان واللي بغيناه عنده الجيم ما حنه يدور اليمين اللي يعرف دونه الرديان وهو راعي العلي وهو راعي المنه وعزمت ربعي والموادر لدي السلطان وعلي ولي يبقى يودنا على ابن هيا يوم الى اليمنى نشتغل معه وياه. عيال نقول له عليكم بالمدرسة ها والواحد يدرس ويوم غادي ريال اسمع منه نبح ابوه ونبح اهله ونبح الحكومة ريال يدرس يعني وينبح اهله بكل شيء كل شيء يعني ما يقول لا والحكومة بعد هو مساعده كل شيء مرة ويساعدونه الحكومة ويعطونه خير ويغادي ريال ولا بنح اسمع مني ما ينبع كلا ولا كلا هذا ما لا نبع الحكومة ولا نبع حلا تسمع هذه النصيحة اللي يعني اللي إن شاء الله أنا ويبركة الصغار والكبار.